السلام عليكم. هذا كنترول الأخبار حاليا. احنا جاي نواكب زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. كل كوادر قناة العراقية الإخبارية موجودة، من الزملاء، المخرجين، الفنيين، جميع الاختصاصات موجودة أولا بأول. شاشات أمامنا بشكل كامل، عندنا صور واصلة من كربلاء المقدسة، من الكاظمية المقدسة، من النجف الأشرف، من سامراء المقدسة أيضا، أولا بأول، دقيقة بدقيقة، على اعتبار أن زيارة الأربعين اقتربت من ذروتها، هي اليوم على باكر. لذلك استنفار تام لجميع كوادر العراقية الإخبارية، وإحنا موجودين على مدار اليوم الكامل إن شاء الله. أسأل الله أنه يوفق الجميع، يحفظ هذا البلد ويحفظ الزائرين إن شاء الله.